أولا هذا القرار الأمريكي ليس غريبا. أمريكا منذ أن كانت وهي تدعم العدو الصهيوني في كل سياساته العدوانية بل ووجوده، وبالتالي أنا حقيقة أشكر الرئيس ترامب على أنه صفع الأنظمة العربية وصفع مسلسل السلام وصفع المطبعين وكشف لهم عن حقيقة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية سرقة أرض ومنحها لعصابة الصهاينة. اليوم بعد 100 سنة على وعد بلفور يأتينا ترامب على خطى بلفور كي يؤكد لنا من جديد، لمن يحتاج إلى تأكيد، أن العدو الصهيوني يريد كل فلسطين بل يريد كل المنطقة خرابا على خراب. ولذلك اليوم الكلمة للشعوب، الكلمة للمقاومة، الكلمة لنبض الشارع العربي الإسلامي والأحرار في العالم. هذا الرئيس الأرعن الأحمق ترامب يعطينا الدليل على أن أمريكا ترعى البقر وترعى العرب وترعى العالم بقوة السلاح وقوة البلطجة. اليوم حصحص الحق، اليوم القدس عنوان حرية فلسطين وعنوان حرية الأمة، واليوم ينقسم مكونات الأمة إلى فسطتين، من مع القدس والثوابت ومن ضدها، الأنظمة العربية، جامعة الدول العربية، التعاون الإسلامي. أين شعاراتكم فيما يسمى بالسياحة إلى القدس؟ قلنا وكررنا أن دعاياتكم ساقطة وأن المقاومة هي الحل. اليوم ترامب يؤكد كلامنا، اليوم الكلمة للشارع العربي والإسلامي وللشعوب أن تهب إلى تحرير القدس وأن تصفع كل مسلسل السلام طالما أن أمريكا نفسها قد ألقت به إلى القمامة. هذا القرار الخطير الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي المتصهين بجعل القدس عاصمة الكيان الصهيوني وتوقيعه لهذا اليوم يشكل تحولا خطيرا في مسار القضية الفلسطينية، وهو تحدي للمسلمين وللشرعية الدولية، وهو أيضا يأتي لينضاف إلى سلسلة المآسي التي عاني منها الشعب الفلسطيني. وبالتالي فهذا القرار يشكل نكبة جديدة لأن المسلمين والشعب الفلسطيني أيضا يأتي في وقت يعيش فيه العالم العربي حالة من التمزق وحالة من الاقتتال ومن الضعف، وأيضا في ظل صمت، وهو يأتي تتويج لسلسلة ما وعد به الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية، وبالتالي هو تنفيذ ولا نقول خضوعا بل هو استجابة للكيان الصهيوني ورضوخ للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فنحن في المبادرة المغربية للدعم والنصرة نعتبر هذا القرار قرار خطير في مسار القضية الفلسطينية، وأن من شأنه أنه سيثير مجموعة من التوتر، وأيضا هو إدان ببداية مرحلة جديدة في الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني وكل المعاونين ديالو أينما وجدوا. وبالتالي هذا سيفتح النار على البيت الأبيض وسيفتح النار على الولايات المتحدة الأمريكية في كافة العالم بمثل هذا القرار الخطير الذي ارتكبه في حق الشعب الفلسطيني وفي حق المسلمين جميعا. منذ إعلان ترامب عن عزمه على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة صدر بيان لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، يعتبر أن هذا القرار في حالة حدوثه وقد حدث الآن بأنه بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية والإسلامية. إن هذا القرار لا بد أن تكون له تداعيات خطيرة، ولا بد أن تكون له ردود فعل قوية، لأن الأمة العربية والإسلامية مهما كان بعض التخاذل لدى البعض فإن هذه القضية بالذات ستكون محركا لمشاعر المسلمين والعرب في كل أنحاء العالم من أجل الذود عن القدس ومن أجل التصدي لكل قرار أخرق تقوم به الولايات المتحدة الداعمة للحركة الصهيونية والداعمة للكيان الصهيوني في احتلاله لأرض فلسطين. ننظر إلى قرار ترامب الأرعن بأنه منة من الله سبحانه وتعالى، وذلك لذلك نشكر ترامب على هذه الرعونة، لأن هذا القرار بدأ يعطي تباشير خير
من مختلف الأطراف تنبئ بتجاوزنا للجراحة البينية في المخططات التخريبية التي دمرت المشرق العربي، وهي بصدد تخريب المغرب العربي كذلك، وتعرفون ماذا حصل في ليبيا وماذا يحضرون هنا إلى تشتيت أوطاننا. هذا القرار هو من قبيل النقمة التي في طيها نعم، وأعتقد أن هذه بداية نهاية الكيان الصهيوني وبداية العد العكسي لتحرير فلسطين إن شاء الله، وبوعد الله وفضله وبمنطق التاريخ وقوانينه فالنصر آت. قد نتعب قليلا كمحور مقاومة، ولكن النصر وراء الشدة والتزول كما يقول المغاربة، ذلك أن منطقة وقوانين التاريخ تؤكد أنه عندما تكون القضية عادلة، قضية الشعب عادلة والشعب مقتنع بقضيته وبعدالة قضيته، فالنصر هو المحتم، وإلا ما كان، لو نستعرض التجارب، ما كان لدولة فقيرة كالفيتنام أن تقهر أعتى إمبرياليتين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن معاهد العلوم العسكرية العليا الآن تدرس ما يسمى بعقدة الفيتنام، عقدة الجيش، أقوى جيش في العالم من مواجهة شعب فقير تحت قيادة هو شي مينه وجياب. فقضيتنا عادلة ونحن مقتنعين بقضيتنا، ويبقى على أمة المليار ونصف المليار أن تتحمل مسؤوليتها بتجاوز خلافاتها غير المبررة والعبثية، والتوجه إلى حيث البوصلة الحقيقية القدس، مصر محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء. لا شك لنا في أن النصر هو النتيجة النهائية إن شاء الله. هذا قرار إرهابي، قرار امتداد لوعد بلفور، هو وعد بلفور ثاني، ويستكمل المخطط الاستعماري الذي بدأه الإنجليز بتشكيل الدولة أو الكيان الصهيوني. وطبعا يجب أن يتم التصدي له بكل قوة، لأن الأمر لا يتعلق بحبة رمل، وإن كانت حبة الرمل الفلسطينية عزيزة علينا، الأمر يتعلق بالقدس، بالمقدسات، بالتوابت، بالمسجد الأقصى، بحقنا التاريخي، بالشعب الفلسطيني المقاوم يعني. ولذلك التصدي يجب أن يكون حقيقيا. نعم، كانت هناك بعض المواقف الرسمية يعني المهمة، لكنها لم ترقى إلى مستوى، لحد الآن، إلى مستوى اتخاذ قرارات عملية للتصدي لهذا المخطط. القرارات العملية تتطلب جمع الهيئات المعنية كلها، كل هيئة بذاتها، من أجل اتخاذ قرارات عملية. ما معنى القرار العملي؟ مثلا أردوغان قال سيقطع العلاقات، نتمنى أن يقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني كما وعد بذلك، وأن تتبعه جميع الدول العربية التي لها أي نوع من أنواع العلاقة مع الكيان الصهيوني، وتقطع كل نوع من أنواع العلاقة، وأن يقع دعم المقاطعة على المستوى الدولي، وأن تقع ملاحقة المجرمين الصهاينة، وأن تقع يعني كل القرارات التي بين أيدينا والتي لا تحتاج إلى إذن من أي جهة كانت، وخاصة بالنسبة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، أنا الأوان أن يتخذ قرار جريء، إما إلغاء أصله بالكامل، وهذا هو الرد الحقيقي الذي يجب أن يكون، وإما على الأقل اتخاذ قرارات بإيقاف أي تنسيق مع الكيان الصهيوني،
وبتجميع كل الفصائل الفلسطينية من أجل المقاومة. يعني المصالحة يجب أن تكون الآن على أساس المقاومة، على أساس دعم الانتفاضة الثالثة في فلسطين وفي أراضي 48، ويجب أن لا يبقى هناك من يجر لهذا الجانب أو ذاك. الآن تأكد بأن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تكون محايدة، وبأن المدعو ترامب لا يمكن أن يكون محايد بأي حال من الأحوال. تأكد أن هذه الإدارة تعمل من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما سمي، ولعل هذا الخطوة الأولى فيما سمي بصفقة القرن. وصفقة القرن ما تسرب عنها هو إنهاء لقضية فلسطين بما فيها موضوع القدس، على أساس أن يعطى للفلسطينيين حي واحد عوض القدس وعوض العاصمة، وأن تصبح فلسطين عبارة عن بلدية لا حول لها ولا قوة. هذا هو ما يريده ترامب، ومع كامل الأسف هذا ما يريده بعض الساسة العرب في تواطؤ كامل مع الكيان الصهيوني ومع ترامب. ونحن الآن نطالبهم أيضا، نطالب أولئك الذين تواطؤوا والذين قبلوا أن توصف المقاومة بالإرهاب بحضور ترامب، والذين أعطوا لترامب 500 مليار دولار في حين أن فلسطين يمكن تحريرها بمليار واحد أو ملياري دولار، نقول لهؤلاء توبوا لربكم، ارجعوا إلى إرادة شعوبكم، ارجعوا إلى توابت أمتكم، ارجعوا إلى تحرير مقدساتكم. وهذا طبعا موجه للجميع. نحن طالبنا، اعتبرنا أولا أن هذا قرار إعلان حرب، وطالبنا باتخاذ قرارات من طرف لجنة القدس، من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي، من طرف الجامعة العربية، من طرف كل الهيئات. لكن يجب على الشعب المغربي وعلى الشعوب العربية والإسلامية أن تضغط وأن تتخذ مبادرات شعبية ضخمة. ونحن في مجموعة العمل مع مجموعة من مكونات الشعب المغربي في طور التحضير لفعاليات ضخمة تؤكد أن الشعب المغربي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في القدس أو يفرط في فلسطين.